ومعنا من غزة الكاتبة الصحفية لينا شاهين. لينا، لدينا أوامر إخلاء جديدة للمناطق الشرقية بخان يونس، القصف إذن مرشح للتصعيد في المدينة خلال الساعات القادمة، ما المتابع إذن ضمن تداعيات أوامر الإخلاء الجديدة في خان يونس؟ تحية لكم بداية وللسادة المشاهدين كافة. منذ ساعات الصباح الأولى أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، هذه المناطق التي تحتوي على ما يقارب 400,000 مواطن طلب منهم إخلاء منازلهم والمناطق التي يتواجدون بها إلى المناطق الغربية لمدينة خان يونس أو ما تسمى بمنطقة مواصي خان يونس. في هذه الأثناء ومنذ ساعات وهذه المناطق تتعرض لقصف عنيف جداً، سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية أو من خلال المدفعية الإسرائيلية أيضا. هذه المنطقة في هذه الأثناء هناك طائرات تحلق فيها من نوع كواد كوبتر، تطلق النار على كل من يتحرك في هذه المنطقة. كذلك نشاهد في هذه الأثناء عمليات نزوح كبيرة لآلاف من المواطنين، أعداد كبيرة منهم لا يعرف إلى أين يتوجه في ظل اشتداد القصف عليهم. حالة مأساوية جدا وسط القصف الإسرائيلي ووسط الإرهاق والتعب والخوف. نشاهد الكبار والصغار يمشون في هذه الشوارع لا يعرفون إلى أين يتوجهون، خاصة أن المناطق الغربية لمدينة خان يونس، مواصي خان يونس، هي مكتظة بآلاف من النازحين، مكتظة بآلاف من الخيام، لا مساحات لإنشاء مناطق جديدة. كذلك هذه المناطق هي غير إنسانية، من المتوقع أيضا أن تتعرض لقصف عنيف. أعداد الشهداء في ازدياد منذ ساعات الصباح، أعلن مجمع ناصر الطبي قبل قليل عن وصول 40 شهيد منذ ساعات الصباح الأولى إلى داخل المجمع، وهناك أيضا من المتوقع أن يكون أعداد أخرى من الشهداء والإصابات في المناطق الشرقية، والتي يصعب لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من التوجه لانتشال الشهداء والمصابين، نظرا لخطورة هذه المنطقة ونظرا لتوغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في هذه اللحظات في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. وما هي طبيعة التداعيات أيضا للقصف المستمر إن كان في غزة أو في دير البلح كذلك؟ مدينة غزة تتعرض لقصف عنيف، وكأن الحرب تعود لبداية أيامها منذ أن اندلعت على قطاع غزة. مدينة غزة هي الأخرى تتعرض لقصف جوي عنيف وتتعرض لقصف مدفعي أيضا، عدا عن حرب التجويع المستمرة بحق أهلنا في شمال قطاع غزة ومدينة غزة بالتحديد. أيضا المحافظة الوسطى، مدينة النصيرات، مخيم عفوا النصيرات تحديدا، منذ 4 أيام وهو يتعرض لقصف جوي عنيف. قصفت عشرات المنازل المدنية الفلسطينية بمخيم النصيرات، كذلك المناطق الشمالية لمخيم النصيرات تتعرض في هذه الأثناء لقصف مدفعي عنيف جدا، نسمعه الآن من مدينة دير البلح وسط القطاع. كذلك مدينة دير البلح أيضا هي الأخرى تتعرض لقصف جوي عنيف، قبل دقائق من الآن تم استهداف منزل، وهناك حديث عن أضرار كبيرة في محيط المنزل المستهدف. كذلك أيضا مدينة رفح جنوب القطاع هي الأخرى التي تشهد عمليات توغل بري للآليات العسكرية الإسرائيلية، كذلك تتعرض لعمليات لنسف منازل فلسطينية لمواطنين مدنيين فلسطينيين. نسمع شدة الانفجارات هنا ونحن نتواجد في المحافظة الوسطى، يعني نتحدث عن قصف جوي ومدفعي عنيف تتعرض له مدينة غزة من شمالها وحتى جنوبها أيضا. حالات غير مفهومة جدا، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يعيد الأيام الأولى لهذه الحرب على القطاع في ظل أزمات إنسانية وكارثية يتعرض لها القطاع. كيف يستطيع رجال الدفاع المدني لينا أو حتى سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق لانتشال الجرحى والمصابين وسط شح الإمكانات وأيضا وسط شح الأماكن التي يمكن أن تستوعبهم في المشافي؟
نعم، يعني طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني هي الأخرى لم تسلم من استهدافات الجيش الإسرائيلي، حيث تحدث الإسعاف والدفاع المدني عن تعرض عديد من مركباته إلى الاستهداف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. صباح هذا اليوم كان هناك صعوبة كبيرة لهذه الطواقم من أن تصل إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس نظرا لشدة القصف الإسرائيلي ونظرا للأحزمة النارية التي تتعرض لها هذه المنطقة منذ ساعات. فهذه الطواقم تجد صعوبة كبيرة من الوصول إلى جثامين الشهداء أو حتى إلى الإصابات الموجودة في هذه المناطق. هناك إصابات خطيرة تبقى لساعات ولربما تفقد الحياة نظرا لتأخر هذه الطواقم من الوصول إليها. المشافي هنا في قطاع غزة يعني حالة كارثية ومأساوية جدا. مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى تحدث صباح هذا اليوم بأنه خلال الساعات القادمة سوف يخرج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة ويعجز عن تقديمها نظرا لنفاذ الوقود وكذلك نظرا لنفاذ المستلزمات الطبية لدى هذا المستشفى. أشكرك على كل هذه المعلومات من غزة الكاتبة الصحفية لينا شاهين.